تريلا بالعربي. كتاب من قتل الإبداع يتناول هذا الكتاب بصيغة روائية مشوقة تحقيقاً في جريمة قتل الإبداع الفكري، محاولاً الوقوف على أسباب الجريمة وأدواتها وسبل الإنقاذ الممكنة. ويوجه الكتاب اتهاماته إلى ثلة من المشتبه بهم، مثل الإجهاد المفرط في مكتب المدير والبيروقراطية الصماء في مكتب الحسابات والسلبية الخبيثة بين أعضاء فريق العمل. ويستعرض الكتاب آخر الأبحاث في كيفية اكتساب المخ مهارة التفكير الإبداعي، كما يشير إلى أدوات بسيطة يمكن استخدامها في إنقاذ الإبداع وتعزيز مهارات حل المشكلات وإذكاء دافع الفضول وزرع خصال الإيجابية والتفاؤل والمرونة. ويعتبر هذا الكتاب ذا قيمة كبيرة بالنسبة للمديرين وأصحاب الشركات لاستعادة الإبداع الخامل بين الموظفين. صدر هذا الكتاب عام 2012 ويحمل تبويباً لعدة فصول، منها من قتل الإبداع وما الأسلحة المستخدمة؟ لماذا ننقذ الإبداع؟ كيف يمكن إنقاذ الإبداع؟ كتاب من قتل الإبداع من تأليف أندرو جرانت وغايا جرانت. إذا كنت تشاهدنا لأول مرة لا تنسى الاشتراك في قناتنا كي نكون على تواصل. بوك تريلا بالعربي، منصة لكتابي.